وبركاته، مرحبا بكم مع أم عابر. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. كما كتشوفوا اليوم غنعملوا هاد الحلوى، هاد بونبونيس باللوز وكلاصاج الكراميل. ندوزو المقادير، طريقة التحضير. قبل ما نبداو المقادير ديالنا، كنتمنى تشتركوا في القناة وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. شنو المقادير ديالنا؟ عندنا 250 غرام ديال الزبده، اي الزبده حبيتو، واحد الرطقه د الملح، عندنا كاس ديال العنبه سكر كلاصي اولا السكر الثقيل، واحد ربع كويس ديال السكر سنيده، عندنا نص كاس ديال الزيت، وجوج دبيطات، وغنعملو واحد النكهة، واحد معلقة صغيرة ديال نكهة الناطة أو البسكوي، والطحين على حساب الخليط. كنضيفو هنايا دوك السكر كلاصي، دوك ربع كاس ديال السكر سنيدة، يمكن تستغناو عليه باش ما يجيش الصابلي ديالكم حلو، لا بغيتو يجيكم هشيش، لا بغيتو يجيكم مقرمل شويش، زيدو داك السكر سنيده، وكنخلطو السكر مع الزبده مزيان حتى كيذوب داك السكر. حتى كيرجع بحال بوماد كما متعودين دائما. الطريقه صافي، من بعد كنزيدو الزيت، كندخلوه مزيان حتى هو مع ديك الزبده السكر، كنخلطو. صافي حتى كيتخلطو لنا داك العناصر مع بعضيتها، ومن بعد ما ضيفنا بيطات الناطه، معلقه صغيره ديال النكهه كتعطي واحد مذاق مزيون الصابلي. صافي من بعد كنضيفو الدقيق شويه بشويه، انا ما قلتش الكميه ديال الدقيق شحال، انا ما عبرتش، وكما كنعرفوا دائما الدقيق على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي كنستعملوا، واش كيشربوا ولا لا. صافي هنا كنبقاو نزيدوا شويه شويه دقيق، وما كندلكوشي، كنبقاو نجمعوا عيب الاصابع ديالنا، الصابلي ما كيبغيش يتدلك. هاد الطريقة حتى كيتجمعنا الصابلي ديالنا. اي حلوى الزبدة ما كتبغيش يتسدلك، كتجمعي بالاصابع وصافي باش ما كتقلصناش في الفرن ديالنا، كيبقى داك الشكل الصابلي كما هو. صافي كنبقاو حتى كيتجمعنا العجين ديالنا بهاد الطريقه، كنعملوه في واحد بلاستيك غذائي، كندخلوه للثلاجه يرتاح. ودابا ندوزو الكراميل ديالنا. هنايا عندنا كاس السكر، كنعملو في كاسرون، كنعملو حتى يذوب تماما. هذا الكراميل كيجي بزاف ملي كيذوب السكر تماما، كنضيفو عليه نضيفو عليه جوج ديال دانون فلان كراميل، نكهة الكراميل. بالطريقة كنبقاو نحركو، وخا يقصح معانا شوية،
نزيدوا وجهكم بعدا سخون بحال عيقصح، ولكن واخا يقصح ما تخافوش منه، عاوتاني عيدوا ولكن ما نحيدوش وحده. درنا السكر تماما، كنحطو البيضة ديالنا وكنضيفو 100 غرام ديال الشوكولاط بياض مقطع عندي بطريقة صغيرة. نضيفو الشوكولاط ونحركوه مزيان، سيدو شوكولاتة ديالنا هو دغيا كيدوب. ملي كنضيفو دوك الشوكولاتة بيض كيتبدل حتى اللون ديال الكراميل، كيتفتح اللون ديالو و كيعطي واحد اللمعان. صافي هو داك الشوكولات ديالنا، ها الكراميل ديالنا وجد، دابا اخواتي غنصفيوه باش مابقا تشيفتي حتى شي سكر ولا شي حاجه، غتبقى ناشي حيت غنستعملوه كغلاصاج. صافي من بعد ما صفينا الكلاصاج ديالنا ولا الكراميل ديالنا يصفى على هذا الشكل، ها هو واجد. هاد الكراميل كيجي غزال، ممكن تستعملوه كغلاصاج للطرط ديالكم وكتعليك الصابلي ديالكم، لصقوا به وتزوقوا به لي كلاص ديالكم وتحشيو به لي كلاص، كيجي غزال وبنين ولذيذ وعندو واحد اللمعة غزالة. كنتمناكم تجربوه، يرجع معتمد عندكم. هاد الطريقة وها هو الكراميل ديالنا واجد. وبعد ما ارتحت العجينة ديالي ساعد المقانة ولا شحال ما رتحت مزيان، كنخرجوها من الثلاجة ونطلقوها بالمدلك
نطلقوها بين جوج ديال البلاستيكات بلاستيك غذائي وصافي ديك الساعة كنقطعوها كما كتشوفوا معايا. كنقصها في الاول كتبقى بارده غنخدموها شويش على الطلاق راسها. ما نرققوش بزاف ما نرققوش العجينه بزاف حيت ما نلصقوش جوج مع بعضيتهم الصابلي غيكون غير على واحد حيت غنستعملوه كقاعده الحلوى. المرشمت يكون صغير باش يجيكم نيشان مع الحلوى. هذا الشكل هذا السمك هذا اللي كيبان لكم يكون شرقيق نستفوا الباقه ديالنا ندخلوه للفرن 60 درجه يرجع اللون ديالو ذهبي ذهب ان شاء الله. نطلقو هو وجد لي الصابلي ديالو ها هو كيفاش كيجي. بعد دابا غنزينوه انا غادي ندهن بالكوفيتير باش يديالو عاد تشوفوا معايا الطريقه. يمكنكم تدهنوه بديك صلصه الكراميل وعندي اللوز كونكاسي يمكنكم تعملوه بالشوكولا ولا تعملوا اي حاجه زينو باش ما بغيتو. وعندنا الضامون ديالنا لعجينه اللوز يمكنكم تنكهوها باي نكهه ويمكنكم تخليوها هيداك المذاق ديالها. غنكور واحد الكويرات تقريبا 20 فوق 20 غرام حتى 22 غرام
الشيم الكهرم نخليها يدك صافي كنبقى نكور على هذا الشكل بحال الكره نحاول نديرو واحد القاعده باش عاد تنزل هذا الطريقة بالطريقة تنكملوهم كاملين بعد ما كورت ديك الحليوة ديالنا ولا لي بونبونز ديالنا نجي نخوي عليهم كلاصاج نغلاصيوهم بدوك الكراميل لي عملنا صلصات الكراميل إذا مشات تبردت معاكم أنا فحم ماما مريم تتبرد نعملو شي شبيكة ونعملوها باش نتحسنو باش تستفاد بهاد الطريقة نغلاصيوها كاملة بالكراميل مخليوش شي كيجي المنظر ديالهم خطير يوم واحد البنان ما خليش شي كذا سكت بقى انا عندي هاد الشبكه غير صغيره شويه بشويه كنخلطوهم شويه هنا باش داك الكراميل يهبط معاهم ونخليهم تيتكبروا مزيان
بعد ما قطعنا البونبونيز ديالنا نجيبو الفابلي. انا قلت لكم ممكن تكون الدهنه هاد الصلصة الكراميل اللي استعملنا. انا عندي كوفي كوفيتير انا عندي كوفيتير بهاد الطريقه. نحاول نستعملو بشي مويس ونهرسو الحلوة ديالنا بشوية. نحاول نهملوها في الوسط ديال الصابلي ديالنا بهاد الطريقة. نجيبو داك اللوز كونكاسي وندورو هيدا على الحاشية رائع. كتشوفوا كتجي راقيه في المنظر، واحد المذاق بحال اللي قلت لكم روعه على هاد الشكل. قطعت صافي على فكره خاصها تكون غير صغيره باش ما يجيش كبير. هيدا حتى كنكملو الحلوة ديالنا كاملة ولا البونبونيز ديالنا يجيو على هاد الشكل، ونتلاقاو إن شاء الله نكملهم كاملين ونوريهولكم في صحن التقديم. وهادو الحليوات ديالنا ولا لي بونبونيز ديالنا كيجيو على هاد الشكل هدا. كنتمنى ينالو الإعجاب ديالكم والصحة والراحة. خليتكم على خير.